من ضمن آداب طالب العلم أن يعمل بما يقول أو بما يتعلم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللي يتعلم يطبق ما يقول. خدوا بالكم من حاجة مهمة، إن العالم يؤتى به يوم القيامة. العالم اللي كان بيعلم الناس العلم وكان لا يعمل بما يعلم، يقوم ربنا يجيبه يوم القيامة وتندلق أمعاؤه خارج جسده، ثم يدور حولها كما يدور الحمار بالرحى. سلم يا رب سلم. يقوم الناس يجروا إليه ويقولوا له: يا سيدنا الشيخ، ده أنت كنت بتعلمنا وبتخطب فينا وترشدنا وتخبرنا عن الله وعن رسول الله، ماذا جرى لك؟ يقول لهم: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. سلم يا رب سلم. لذلك لو تلاحظوا أنا دايما أدعو هذه الدعوة: اللهم اجعلنا ممن يقولون فيفعلون، ويستمعون فيتعظون ويعتبرون. إنك تطبق ما تقول. ألا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم، لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، هناك تسمع إن وعظت ويقتدى بالقول منك ويقبل التعليم. لما تعمل كده تيجي تقول للناس: قال رسول الله، يقوم الناس إيه؟ يقبلوا منك التعليم، تطبق ما تقول. سيدنا عمر بن الخطاب حافظ سورة البقرة في 5 سنوات، فلما سألوه: لماذا يا عمر؟ قال: كنت لا أمر بآية إلى آية أخرى إلا إذا عملت بما فيها وطبقتها على نفسي. يطبق. يبقى العلم بالعلم، العمل بالعلم. الإنسان اللي بيتعلم أو يعلم الناس العلم يطبق ما يقول على نفسه. لما يطبق ما يقول على نفسه ربنا هيجعل له القبول والناس هتسمع منه. لذلك ورد إن سيدي أحمد بن أبي الحواري من كبار الصالحين يقول: سمعت شيخي أبا سليمان الداراني يقول: إذا اعتادت النفوس ترك الآثام، جالت في الملكوت، ثم عادت لصاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها عالم علما. مين اللي سمع الكلام ده؟ إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل. فلما سمع هذا الكلام الإمام أحمد قال: رحمك الله يا أحمد، اللي هو ابن أبي الحواري، ورحم شيخك أبا سليمان اللي هو الداراني، والله ما سمعت في الإسلام حكاية أعجب من هذه الحكاية، صدق رسول الله، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. يبقى اللي هيعمل بالعلم اللي بيتعلمه ربنا هيورثه إيه؟ علم ما لم يعلم، وعلمناه من لدنا علما، واتقوا الله ويعلمكم الله.